ده الشكل اللي احنا كنا قلنا عليه قبل كده، الفرق ما بين الناتشرال توث والدنتال امبلانت. لو حيت بصيت، طبعا هو الفرق بالنسبه لي بيبقى في الجزء اللي تحت، ان البون حوالين التوث بيبقى طبعا في التوث، ما بين التوث وما بين البون بيبقى عندي بريدنتال ليجمنت البي دي ال، لكن الامبلانت حوالين البون بتبقى ماسكه في البون نفسه بالاوستيو انتجريشن، فبالتالي مش هيبقى فيه بريدنتال ليجمنت. ودي القصه اللي احنا قلنا قبل كده، عشان كده لما باجي بعمل بريدج او حاجه ما بحملش على السنان واحمل الناحيه الثانيه على امبلانت. لو انا هعمل ايه بريدج، يبقى لازم تحمل على سنه وسنه، او تحمل على امبلانت وامبلانت. بالظبط كده. لا، الموضوع ده للاسف، للاسف الحالات بقى لما بيحصل لها فيلير احنا اللي بنشوفها. يعني بعد كده بيبدا هتيجي تشوف حاجه من الاثنين، يا اما هتلاقي التوس لوس، خلاص هتلاقي لوس في التوس نفسها، لان التوس فيها البريزنتال ليجمنت، لما بينزل فورس السنه بتتقبل الفورس دي خلاص، لكن الامبلانت ما بتتقبلهاش، الامبلانت واخده كده كده ثابته في مكانها، فكده بيضطر ينزل فورس اعلى على التوث لحد ما بيحصل بريدونتال ايه بروبلمز، بريدونتال ديزيز، وبعد كده تبدا يحصل لها لص خلاص. فدي ده اللي بيحصل في الحالات دي. طيب النهارده هنتكلم على السيرجيكال بروسيجر. السيرجيكال بروسيجرز اللي احنا كنا قلنا عليها قبل كده، طبعا هو على فكره الامبلانت زيه زي الاكستراكشن تماما، انت بتدي الاناتيزيا بتاعتك عاديه خالص. لو انت بتتكلم في لور يعني بنعمل نيرف بلوك عادي، لو بتدي ابر يبقى احنا بندي انفلتريشن طبيعي جدا. هفتح الفلاب، لو حضرتك متعود انك بتفتح فلاب، هنفتح البيراميد الفلاب بتاعنا اللي هو 3 لاين. 3 لاين ده اللاين الاولاني اللي هو على الكريست، وبعد كده 2 لاينز ثانيين، واحد اوبليك هنا وواحد اوبليك الناحيه الثانيه. تفتح الفلاب بتاعك خلاص. هل انا ممكن افتح كريستال بس؟ اه ممكن. هل ممكن افتح 2 لاين بس؟ اه ممكن. كل ده على حسب مهارتك والسكيلز بتاعتك في السيرجري. لو حضرتك شايف ان ده، ان انت لو فتحت كريستال فقط ده بالنسبه لك اكسسبيليتي كويسه وانت شايف، يبقى تمام. لو حضرتك شايف ان ده قليل ولا لازم افتح كريستال كام، لما افتح اوبليك كمان واحد اخد بيه اكسسبيليتي، ماشي. شايف ان ده كمان قليل، عايز افتح ثلاثه لاين كمان ثالث الناحيه الثانيه، برده مفيش اي مانع. امسك الميكو بريأست الفلاب ده، هعمل له اكسبوجر عشان اشوف البون كويس. ولو سمحت لما حضرتك تعمل ريفلكشن للبون، لما تيجي تعمل ريفلكشن للفلاب ده، تعمل تاخد بالك كويس جدا ان انت رافع البريوستيوم كمان معاك، مش سايب اي ريميننج ايه بريوستيوم على البوم. يعني انا عايز البوم يبقى كله بير بوم خلاص، لونه ابيض صريح مفيش عليه اي لاير، اللاير دي بتبقى البريوستيوم تمام، عشان لما نيجي نعمل انسرشن للابلانت ما يبقاش فيه اي سوفت تيشوز ما بين الابلانت وما بين البون، انا عايزها دايركتلي ماسكه مع البوم. لو انا شغال فلابلس تكنيك، يبقى انا هستخدم البانش دريل اللي احنا كنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. تمام، هو نشوف كده الفيديو دوت. ده بيبقى ليه، ده اختصار للسيرجيكال بروسيجر. طيب هنا طبعا ده اختيار الامبلانت بتاعتك، لان احنا هنتكلم بكره ان شاء الله على شكل الكيت والدريلز بتاعتك. طبعا احنا بنبدا الاول باصغر دريل، تمام. زي ما انت شايف هو هنا فاتح انهي دريل، او هنا سوري انا اسف فاتح انهي فلاب، كريستال فلاب. بالظبط كده، هو كده مش عامل اي اوبليك صح كده. اول دريل اسمه اللوكيتر او الستارتر دريل، لان هو بيبقى فيري شارب تمام، بحيث ان انت ما تتزحلقش من على البون سيرفيس، يبقى ديتكتور ينزل بالظبط في المكان، وبعد كده تبدا تخش بالدريلز اللي بعدها اللي هو اسمه البايلوت دريل. يبقى اول دريل اسمه الستارتر دريل، الستارتر ده بيبقى اخره شارب جدا خلاص، ده بيحدد لك المكان بالظبط عشان الدريل بتاعتك ما تتزحلقش من على البون،
بيبقى فيري شارب، ينزل في النقطه بالظبط. بعد كده بتبدا تشتغل بالبايلوت دريل. البايلوت دريل هو الدريل الوحيد اللي بيبقى اند كاتنج وسايد كاتنج في نفس الوقت الاثنين، تمام؟ اشمعنى ليه بيبقى هو الوحيد الاند والسايد؟ طب بقيه الدريلز هتبقى ايه؟ بقيه الدريل سايد كاتنج فقط. استفيد من ده ايه؟ ان انا اللانس بتاعي بالظبط، ان انا هقف عند لانس معين، صح كده؟ تمام. انا اخترت مثلا في البايلوت ان انا هقف مثلا عند طول 10 مللي، خلاص. فانا هنزل باول مره بالبايلوت ال 10 مللي، خلاص، عشان الدريلز بعد كده اللي جايه ما تزودش عن 10، ما تنزلش تحت اكتر من كده. طب السؤال، يعني انا وانا اتكيت شويه بايدي وعملت بريشر زياده مش هنزل 10 مللي؟ هتنزل. لو انت اتكيت اكتر، اديت فورس اعلى، البريشر ده نفسه هيخليها يقطع طبيعي، لكن في العادي هي مش اند كات. زي انتم شايفين كده بيبقى كالر كودد زي الدريل بتاع البوست مثلا. الدبس جاوج ده بيشوف بيه ان هو واصل للطول الصح اللي هو كان واقف بيه، ويبدا يخش يكبر الاستيوبمي بتاعته بالدريل اللي بعدها، سيكونشال دريلينج وهكذا. ده بقى ايه اللي هو دخل دلوقتي بيعمل بيه ده؟ ده اسمه كريستال دريل، او بيسموه ساعات كاونتر سينك دريل. الكاونتر سينك او الكريستال ده بنستخدمه في ايه؟ فكرته ان هو بيكبر ساعات الايه؟ بيكبر الاوستيوتومي من فوق فقط، يعني بيشيل بس من الكريستال بون فقط. خلاص؟ وده بيبقى في حالات معينه. في حالات معينه بنستخدم فيها الكريستال دريل، زي ايه؟ زي حالات الدي 1 بون، البون اللي هو القوي قوي الناشف قوي ده. الكريستال طبعا انت فاكرين، لو انت تفتكر كان عنده كميه ايه، البون الكورتيكال بون كان كبير جدا، صح؟ فانا عشان مش عايز كورتيكال بون ده، ولما باجي بدخل الامبلانت بتاعتي بتلاقي اخر 3 او 4 مللي بتوعك بيخشوا حشر قوي، النك بتاعت الايه بتاعت الامبلانت بتبقى داخله بصعوبه. هنا الكريستال دريل ده اللطيف بتاعه ان هو بياكل بس، بيشيل لاير ايه، بيشيل حوالين الكريستال دريل من فوق عند النك اوف ذا امبلانت، خلاص، بحيث ان انت النك اوف ذا امبلانت تنزل مستريح. خلاص، دي الفايدة الأولانية. الفايدة الثانية في الكريستال دريل بيسموه ساعات كاونتر سينك. يعني إيه كاونتر سينك؟ كأنك عامل دراعات للكرسي، صح؟ والإمبلانت نازلة كده، وأنت الإمبلانت بتنزل، أنت بتعمل الشلف ده بالشكل إن أنت تاكل من الإيه، من النك كده بس بتاع البون، بيخليها كأنك بتعمل مسند. فالإمبلانت وهي نازلة لو النك بتاعتها كبيرة شوية فتنزل، تمام، تسند على الإيه، على الشلف اللي أنت عملته ده، فتخليها ما تنزلش سينكينج تحت، ما تختص لتحت، لا هي واقفه عند الليمت اللي انت عامله له. طيب، هو انا بستخدم الكريستال دريل دي او بستخدم الكاونتر سينك دي في العادي؟ لا، بستخدمها في حالات الدي 1 بول او في حالات الامبلانس ان السيستم نفسه ريكومندنج انك تستخدمها. بمعنى معلش، لو نقدر نعمل كلنا تليفوناتنا سايلنت، اول حاجه عملتها عملت تليفوني سايلنت، لو ينفع كلنا نعمل موبايلاتنا سايلنت يبقى جميل. تمام؟ طيب، هل كل الحالات هشتغل فيها كريستال دريل؟ لا، انا بستخدمها في حالات ان السيستم نفسه ريكومندنج ان انا استخدمها. بمعنى ان مثلا في الاس اي سي سيستم الانتن ده مثلا هيقول لك يا دكتور استخدم الكريستال دريل دي في حالات الدي 1 بون، او في حالات انت تستخدم الانتن بتاعتنا ال 4.7 اللي هي المقاس بتاعها كبير، او في حاله يا دكتور ان في كذا، او في حاله كذا. تمام؟ هو نفسه بيبقوا عاملين ابحاث على الامبلانس بتاعتهم، زي ما احنا اتكلمنا في اول الكورس ان كل شركه بتبقى عامله ابحاث تدي ريكومنديشن للسيستم بتاعها، يقول لك عشان تاخد احسن ريزلتس من عندنا حط الامبلانس بتاعتنا تحت الكريستال بون، تحت الكريستال بون بملي، سب كريستال ملي،
في ناس تقول لك حط الامبلانت بتاعتنا سب كريستال 2 مللي، ناس تقول لك ما تحطش الامبلانت بتاعتنا سب كريستال، حطها ايكوي كريستال يعني على الكريستال بالظبط. فده مهم جدا انك تتكلم مع المندوب بتاع الشركه او الايه او الريبريزنتيف بتاع الشركه يديك الريكومنديشنز بتاعته ايه، يقول لك الصح تستخدم الجزء ده عندنا ايه وهكذا. تمام. ده اسمه بون تاب. البون تاب بستخدمه في حالات الدي 1 بون ده اللي احنا كنا اتكلمنا عليه، ان البون فيري دانس، فبحاول ان انا اعمل مجرى جوه الاوستيوتومي بتاعتي تسهل اسهل دخول الامبلانت اكتر كمان، يعني كاني بشيل بون زياده شويه بس على الفاضي، كاني بعمل مجرى، كاني بعمل المجرى كده لايه للامبلانت تخش فيه. بسهل عليها كل ده عشان اقلل الفريكشن الجامد اللي هيحصل وانا بعمل انسيرشن للامبلانت جوه العظم الناشف ده. هو بيقول لك ان انا الامبلانت انسرشن ممكن حضرتك تعملها بطريقتين، بالطريقه الروتري يعني حضرتك تحطها بالامبلانت بالايه بالموتور بالكونترا، او انك تحطها مانيوال اسمه الراتشت، الجزء اللي احنا الالانكي ده اسمه الراتشت. انا ريكومندنج في الاول ان حضرتك تحطها مانيوال الاول بالراتشت بحيث ان انت تحس تاخد التاكتايل سنسيشن، زي ما كنا بنقول كده في الاهل دايما اشتغل الاول مانيوال لحد ما تاخد على ايدك وبعد كده ابدا اشتغل روتري. ده الراتشت اهو بيرجع على الفاضي ويبدا يربط، يرجع على الفاضي كده فاضي وكده يرجع يربط. لحد ما الامبلانت تنزل في مكانها. طيب هنا الاورينتيشن، حته الامبلانت اورينتيشن دي بتعتمد على سيستم وسيستم، بمعنى ان حاجه الاباتمنت بتاعتك، الاباتمنت غالبا وانت بتحط الامبلانت ممكن على حسب نوع الشركه، في شركه بتجيب لك الامبلانت ماسك فيها الاباتمنت خلاص وانت بتحطها بتبقى زي بالاباتمنت نفسها، زي الشركه دي مثلا تبقى جايه الامبلانت وماسك فيها الاباتمنت زي ما انت شايف كده، او في شركات بتجيب لك الامبلانت بس تحطها هي نفسها والاباتمنت تجيبها لك في كيس كده من بره يقول لك دي بتاعت العيان خلاص او بتاعت الزرع عادي خلاص. لو انت الاباتمنت بتاعتك تبقى ماسكه فيها، يعني يستحسن ان احنا او جرى العرف ان احنا بنحط الفلات سيرفيس بتاع الاباتمنت، الاباتمنت تبقى كلها مدوره كلها سلندريكال ما عدا جزء فيها فلات مبطط كده، الجزء المبطط ده خليه بكر، تمام خليه بكر عشان انت نفسك لما تيجي تحط الاباتمنت تاني على الامبلانت دي بعد كده ان شاء الله في السكند ستيج خلاص بعد 3 شهور هتفتكر ازاي اذا كان انت حطيت الفلات سيرفيس ده مره فاتت ميزيال ولا ديستال ولا بكر ولا فلاتال. فانت لما توحدها مره واحده ان هي كلهم بطل يبقى انت خلاص عامل حسابك ان انت كلهم بيتحط ايه الفات سيرفيس بطل. طب سؤال، هو الكونكشن الجزء اللي بيركب ما بين الاباتمنت وما بين الامبلانت ده نوعه ايه؟ يعني ايه الكلمه دي؟ يعني حضرتك مش انا اتفقت ان الامبلانت بتمسك في الاباتمنت بتركب فوق الامبلانت؟ صح. طيب الاباتمنت اللي هتركب مع الامبلانت دي الشكل اللي هم بيركبوا مع بعض دي حته الكونكشن اللي ما بينهم ده بيبقى عامل ازاي؟ يعني حضرتك بتقول لي خلي فلات سيرفيس موجود بكر، يعني انا لما اشيله والف كده ولفيته وبصيت كده هتعمل ايه؟ عندي الشكل بتاعها بيبقى على شكل هاكس، هكساجونال يعني سداسي. خلاص؟ يعني لما انا الفها كده والفها اللي بعديها وانزله يركب تاني هيروح يشفت شويه كده، وكده يلف شفت شويه كمان وهكذا، صح كده؟ طيب هل في نوع امبلانس مش هاكس؟ الكونكشنز انواع كتير قوي. منهم الهاكس اللي انا بتكلم عليه وده معظم الناس بيشتغل بيه، بنسميه انترنال هاكس. انترنال هاكس يعني الهاكس ده من جوه، يعني الاباتمنت بتخش تركب جوه الامبلانت. وفي منهم اكسترنال هاكس، يعني الاباتمنت هي اللي راكبه على الامبلانت من فوق، يعني هي اللي ايه محاوطه الامبلانت، اسمه اكسترنال هاكس. الاكسترنال هاكس ده غالبا ما بنستخدموش، غالبا اللي استخدمنا كله بيبقى انترنال هاكس. او في شركات بتبقى احسن تقول لك انا الكونكشن بتاعي كون شيب، تمام، كون كونكشن، وهتلاقي دايما الكون كونكشن امبلانس دي اغلى من الهاكس، لان الكون كونكشن احسن من الهاكس. طب احسن من الهاكس في ايه؟ الهاكس ده احنا بنتكلم بعد كده لما حاجه تعمل لودنج والايه العيان ياكل عليها، مش بيبدا يحصل ان الاباتمنت دي بتنزل على الامبلانت
بودي صح؟ الحركه دي بيحصل مايكرو موشن، الهاكس ده بيالاو مايكرو موشنز، خلي الايه في شويه حركه خفيفه قوي العيان اصلا مش حاسس بيها. لكن الكون كونكشن بيبقى نازل سناجلي فيت، لان هو كون دايره، متخيل ايه الفكره؟ يعني الامبلانت اهي، والكون الكون بينزل مدور هو كمان، فينزل ينزل ايه كريس فيتنج في كل حته. لكن الكون، لكن التاني الهاكس لا، لازم تنزل بحته شكل معين، ممكن حته تبقى اعلى من حته سنه صغيره، فيبقى في ايه حركه صغيره. الكون كونكشن هو اقل مايكرو موشنز، وكل ده نتيجه ايه؟ نتيجه ريسيرش. وده اللي احنا كنا بنتكلم عليه زمان، ان احنا كلنا كده. هل احنا عرفنا الكلام ده من العيانين؟ لا، الكلام ده عرفناه من ريسيرش. جبنا 20 امبلانت هاكس، وجبنا 20 امبلانت كون، وجبنا 20 واحده اكسترنال هاكس، وهكذا صح؟ وقارنا ما بينهم في المايكرو موشن، تمام؟ فلقينا ان اقل مايكرو موشن هي الكونيكال، تمام؟ او الكون كونكشن يعني، فالكون كونكشن هي احسن حاجه، تمام؟ لكن هل معنى كده لو انا اشتغلت بحاجه انترنال هاكس وحشه؟ لا، هي مش وحشه، هي كويسه جدا وكل حاجه، تمام؟ لكن انا بقول لك هتلاقي ان في حالات، ان في امبلانت كون كونكشن هتلاقي سعرها اعلى شويه، حاجه بتسيطر على ايده، تمام؟ هنا بيفك المسمار اللي ما بين الاباتمنت وما بين الامبلانت، وبعدين يروح مغطي الامبلانت نفسها بايه؟ بايه يا دكاتره؟ انت حفظته خلاص، بكفر سكرو. بالظبط كده، ده تو ستيتش عادي خالص، كفر سكرو، وبعد كده يقفل الايه؟ يقفل الفلاب بتاعه بسوتشرز عادي خالص. بعد 3 شهور بنفتح عادي خالص، نشيل الكفر سكرو ونحط مكانه، نحط مكانه هيلينج ابارتمنت. بالظبط كده، بنفك الكفر سكرو ونحط مكانه هيلينج ابارتمنت. طيب حضرتك هتشوف ناس كتير في السكند ستيج بدل ما بتفتح فلاب بتشيلها بالبانش، هل احنا منوافق على القصه دي ولا لا؟ ايه؟ صح، دي حاجه يعني انت ممكن تشفت بالبنش شويه تطلع اصلا انت رحت 2 3 مللي يمين او شمال، دي حاجه. طب حتى لو انت عارف ان انت مكانك هنا، يعني لو انت عارف المكان بالظبط، حتى انت هتعرف تبقى توصل وتفك وتربط وكل حاجه. لا مش مهم البنش ده، هو في الايبلو مش هيحصل حاجه. لا برضه مش دي مشكله، استخدم بانش كبير. بعدين الهيلينج بتاع هنا، لا هي مشكلتها كلها، هي مشكلتها كلها ان حضرتك بتسكريفاي كراتينايز ميكوزا. يعني ايه سكريفاي كراتينايز ميكوزا؟ يعني حضرتك بتضحي بكراتينايز ميكوزا. هو انت عايز حوالين الامبلانت كراتينايز ولا نون كراتينايز؟ انت عايز كراتينايز ميكوزا حوالين الامبلانت، تمام؟ انا خلصت الفيديو. انا عايز حوالين الكراتينايز، حوالين الامبلانت عايز كراتينايز ميكوزا. طب عشان ايه استفيد؟ هو ليه انا عايز كراتينايز ميكوزا حوالين الايه بلاس دكاتره؟ ايه؟ الكراتينايز اقوى. الكراتينايز ميكوزا هي القويه. صح؟ طيب فبالتالي احنا حوالين اسناننا كراتينايز ميكوزا. صح؟ امال الاورال ميكوزا اللي هي نون كراتينايز اللي هي فين؟ اللي هي الليب الانر بتاعتك او في الفيستيبيول بتاعك. صح؟ اللي هي انت بتنزل تدي فيها الحقنه. صح؟ فبتبقى ايه؟ بتبقى رقيقه وبتبقى فلكسبل جدا. حلو؟ فدي سهل جدا ان يحصل لها ريسيشن. لكن الكراتينايز ميكوزا قويه وتستحمل الخبطات وتستحمل التروما. فدايما حوالين الامبلانت انا عايز كراتينايز ميكوزا، عايز ميكوزا قويه، عايز حاجه تستحمل وتحافظ على الامبلانت اللي موجود، مش عايز يحصل حوالين الامبلانت ريسيشن. صح كده؟ ودي فكره ان احنا بدانا نقول ان احنا عايزين نعمل اللي هي السوفت تيشو جرافت. يعني ايه سوفت تيشو جرافت؟ ان واحد بعد ما خلع حصل اسكيبج لكل الكراتينايز ميكوزا، ما بقاش عنده كراتينايز ميكوزا على الكريست، كلها بقت اورال ميكوزا. صح؟ فلما اجي احط امبلانت وحواليا كلها اورال ميكوزا، ايه اللي هيحصل؟ ميكوزا ضعيفه، هيبدا العيان اشتغل عليه مره واثنين، هيحط الامبلانت دي شهر شهرين ثلاثه، هيبدا الفورس تنزل بقوه، هتلاقي بدا يحصل ريسيشن حوالين الامبلانت. ليه؟ لان ده حواليها اورال ايه او نون كراتينايز ميكوزا، انا عايز حواليها كراتينايز ميكوزا قويه.
صح كده؟ فبدأنا ناخد كراتينايز ميوكوزا من اماكن ونحطها حوالين الامبلانت عن طريق جرافتنج. ايه اشهر مكان فيه كراتينايز ميوكوزا حلوه وقويه؟ البالت. طبعا البالت ده قوي جدا، البالت ده كله كراتينايز ميوكوزا. خلاص؟ وعشان كده على فكره الايه الانجكشن بتاعت حضرتك لما بتيجي تخلع بتدي انستيزيا بالاتال، صح؟ الانستيزيا بتاعتك بالاتال بتبقى ايه؟ بتبقى صعبه جدا، صح؟ ليه؟ لان الكراتينايز ميوكوزا بتبقى فيرملي اتاتشد للبوم، صح؟ مفيش مكان انت تدي الانجكشن بتاعك، انت بتديها اندر بريشر فبتبقى بينفل، صح؟ وعشان كده بالتالي دي كراتينايز ميوكوزا بحب استخدمها، لكن حضرتك لما بتدي انفلتريشن بتديها في اورال ميوكوزا، فعشان كده تبقى اسهل، صح؟ وعشان كده مش بتبقى بينفل، صح؟ تمام.